أشعب والحيلة الذكية. استيقظ أشعب على صوت ابنه وردان وهو يوقظه في الصباح ويقول له باهتمام بالغ: هل علمت يا أبي أن مروان شهبندر التجار سيقيم مأدبة عظيمة فيها ما لذ وطاب من الطعام، وذلك احتفالا بعرس ابنه رمضان؟ فانتفض أشعب من سريره وقام على الفور وهو بكامل نشاطه وهو يقول: يا له من خبر ثار، يجب أن أشكرك عليه، فأنت دائما تأتيني بالأخبار السعيدة. مأدبة عظيمة وطعام لذيذ، وهذا أسعد شيء في الدنيا بالنسبة لي. فنظر وردان إلى والده وهو في قمة السعادة الغامرة، فنبهه قائلا: لا ينبغي أن تفرط بسعادتك هكذا يا أبي. فقد أمر مروان حراسه ألا يسمحوا بدخول أي أحد إلا إذا كان يحمل دعوة كتبها ووقعها بخط يده، وذلك منعا لدخول الطفيليين والفضوليين. فابتسم أشعب ابتسامة ساخرة وقال: لا تقلق يا بني، فإن أباك لا يعدم حيلة توصله إلى تلك الموائد. ثم قال بثقة مبالغ فيها: فوالله لو وضعوا 1000 حارس على باب البيت ما استطاعوا أن يحولوا بيني وبين هدف الأسمى. ثم التفت أشعب إلى ابنه الحائر وردان يريد أن يبعث في قلبه الأمان، فقال له: ارتدي أفضل الثياب لديك يا بني، وأحضر لي ثوب الجديد الذي أهدانيه السلطان. وعلى الفور كان أشعب وابنه وردان بكامل زينتهما، ويبدو عليهما الوقار والهيبة، فخرجا قاصدين منزل مروان. فالتقى أشعب في الطريق بأحد الطفيليين فسأله عن حفل العرس الذي أقامه الشهبندر مروان، فرد في غيظ: يا له من رجل جبان، قضى على آمالنا في الوصول إلى الطعام في هذا العرس الذي كنا ننتظره بفارغ الصبر. ثم أضاف الطفيلي وهو ينصرف: لذلك فأنا أدعو الله ألا يرد له ابنه المسافر وهدان سالما. فكر أشعب قليلا ثم قال وهدان: هذا هو بداية الخيط الذي سندخل عن طريقه إلى بيت العريس، ونأكل مما لذ وطاب، بل وسيشكرنا صاحب العرس بنفسه. ثم التقط أشعب ورقة وطواها ودسها في جيبه، وواصل مع ابنه السير حتى أتيا منزل مروان. ولم يكد الحارس يلا أشعب وابنه حتى سد مدخل الباب بجسمه الطويل وقال: ليس هذا اليوم يومك ولا يوم الطفيليين يا أشعب. فتظاهر أشعب بالجدية وقال بعنف: تحشم يا رجل، إنما جئت أحمل رسالة من وهدان أوصاني أن أسلمها لأبيه لكي يطمئنه على أحواله. وما إن أتم أشعب كلامه حتى أفسح الحارس له الطريق، وأشار إلى أشعب وابنه بالدخول وقال باحترام وأدب: تفضل يا سيدي. دخل أشعب وابنه إلى داخل البيت، فاستقبلهما الشهبندر وأحسن استقبالهما بعد أن علم أن أشعب يحمل رسالة من ابنه المسافر وهدان، وأجلسهما إلى مائدة الطعام ووضع أمامهما من أطيب وأجود الأنواع، فراحا يلتهمان الطعام بينما سأل الشهبندر: أين الرسالة التي كتبها ابني وهدان يا أشعب؟ فأخرج أشعب من جيبه ورقة مطوية وناوله إياها، فراح مروان يقلب الورقة في كل اتجاه عسى أن يظفر بجملة مفيدة، لكن الورقة كانت خالية تماما، بيضاء مثل مائدة الطعام التي التهم أشعب وابنه الأكل من عليها. واقترب مروان من أشعب وهو يأكل، وكان الغضب ظاهرا على وجهه، أبرز الورقة في وجه أشعب وقال في حنق: ما هذا يا أشعب؟ هذه الورقة لا يوجد بها كلمة واحدة، فأين الرسالة التي زعمت أن ابني كتبها وقد جئت لتوصلها إلي؟ وببرود شديد أجاب أشعب: معذرة يا سيدي، فقد كان ابنك متعجلا ولم يتمكن من كتابة الرسالة. وعلى الرغم من غيظه الشديد من أشعب، فقد انفجر من شدة الضحك
بسبب خفة دم أشعب وظرفه، وقال مداعبا: يا لك من طفيلي ظريف، لا تعجز عن تدبير الحيل التي توصلك إلى أغراضك وتحقق لك آمالك وتشبع هوايتك في النهم والشراهة. ثم أضاف مروان قائلا: ولأنك قد تسببت في إضحاكنا وإبعاد الملل عن نفوسنا في هذه المناسبة السعيدة، فقد وهبتك خادما ليكون في خدمتك وعونا لك. لم يصدق أشعب نفسه وتقافزت عيناه فرحا وقال: بارك الله فيك يا مروان، وجعلك عونا لكل جوعان، وبارك لابنك رمضان، ورد غربة ابنك وحدان. صرف أشعب بعد أن حصل على مراده، وكانت الفرحة لا تكاد تسعه وهو عائد إلى بيته، وقد وهبه الشهبندر ذلك الغلام لخدمته، ولكنه التفت إلى ابنه وردان وقال في حزم: لا تكن أحمقا يا بني، وتخبر أمك بأن الشهبندر وهبنا هذا الغلام، وإلا ماتت من شدة الفرح وهول المفاجأة. نظر وردان إلى أبيه باستنكار وقال: ولكن ماذا ستقول لها أنت؟ فلا شك أنها ستسألك عنه. فأجابه أشعب بثقة: اترك الأمر لي وسوف أتصرف بمعرفتي. دخل أشعب بيته ومعه الغلام، وبمجرد أن رأته زوجته أسرعت نحوه وسألته في لهفة: من هذا الذي معك يا أشعب؟ فأجاب: وهب لي. ثم سكت. فقالت: أي شيء وهب لك؟ فقال: غين. وفي استغراب شديد قالت: وما معنى غين؟ فرد أشعب: لام. ازدادت الزوجة حيرة وظنت أن زوجها قد حصل له مكروه، فواصلت سؤالها: وما معنى لام؟ فرد أشعب قائلا: ألف. فسألته: وما معنى ألف؟ فأجاب: ميم. أبدت الزوجة دهشتها ونظرت إلى أشعب بارتياب وقالت: ما الذي أصابك يا رجل؟ منذ عدت وأنت لا تقول كلمة مفيدة، وما معنى غين لام ألف ميم؟ ولماذا تقطع الكلام هكذا؟ وما هذا الذي وهب لك؟ فقال: إنه غلام، وهبه لي الشهبندر مروان. وما إن أتم كلامه حتى سقطت على الأرض مغشيا عليها وراحت في غيبوبة عميقة. فرفع أشعب يديه إلى السماء قائلا: الحمد لله، لقد راحت في غيبوبة وستفيق منها بعد قليل بإذن الله. ولو كنت أخبرتها بالأمر منذ البداية لماتت من هول الصدمة. وهكذا انتهت القصة، إلى اللقاء. أشعب والأشرار الثلاثة. خرج أشعب إلى السوق وفي ذات يوم وهو يسحب بقرته لكي يبيعها، وفي الطريق لمحه ثلاثة من الأصدقاء فاتفقوا على أن يخدعوه وقالوا: إن أشعب رجل طماع، ولو قلنا له إنا سمعنا أن تاجرا يبحث عن بقرة ليشتريها بسعر أكبر لأسرع إليه طلبا في الزيادة. ثم همس بعضهم لبعض وقالوا: يجب أن نخدع هذا الطماع ونغريه حتى يكف عن طمعه. مضى أشعب في طريقه إلى السوق وهو يمني نفسه بمال كثير يحصل عليه من بيع هذه البقرة السمينة. وفي الطريق التقى به أحد هؤلاء الأشرار الثلاثة وقال له: إلى أين أنت ذاهب ببقرتك هذه يا أشعب؟ فرد أشعب قائلا: إلى السوق إن شاء الله يا أخي، لكي أبيع هذه البقرة. اقترب الرجل من أشعب وهمس له قائلا، بعد أن أظهر له النصح وتظاهر بالعطف: إذن سوف أقدم لك نصيحة ستكسب من ورائها الكثير من المال. ولم يكد أشعب يسمع ذكر المكاسب ويشم رائحة النقود حتى انفرجت أساريره وقال: ما دام هناك مكسب فسوف آخذ بنصيحتك. فقال الرجل بخبث: أنا قادم من فوري من السوق، وقد رأيت أحد التجار هناك يبحث عن بقرة بمثل بقرتك هذه
وبأي ثمن، ولكنه يشترط أن تكون بلا ذيل. وعلى الفور قطع أشعب ذيل البقرة وشكر الرجل ومضى في طريقه وهو يقول: هذه البشائر قد هلت، ويبدو أنك ستكون من المحظوظين يا أشعب. ثم واصل أشعب سيره متجها إلى السوق، وبعد قليل التقى أشعب برجل آخر من الثلاثة فسأله: إلى أين أنت ذاهب يا أشعب؟ فرد أشعب: إلى السوق يا أخي لأبيع هذه البقرة. مسح الرجل على ظهر البقرة وتظاهر له بالنصح: إنها حقا بقرة سمينة، ولكني سمعت أحد التجار يطلب بقرة تكون بلا قرنين حتى لا تؤذي أحدا بقرنيها. قال أشعب: لا بأس، ما دام هذا شرطه فسأكسر قرنيها حالا، المهم أن أقبض ثمن بقرتي. وشكر الرجل على نصحه ومضى في سبيله. وفي طريقه التقى بالرجل الثالث وسأله: أين العزم يا أشعب؟ فقال له: إلى السوق لكي أبيع البقرة. فقال له: وأنا عائد لتوي من السوق، وسمعت أن أحد التجار يبحث عن بقرة بمثل مواصفات بقرتك، ولكنه يريدها أن تكون بلا أذنين، وسيدفع مقابلها ثمنا كبيرا. ومن شدة طمع أشعب لما سمع ذلك قام بقطع أذني البقرة المسكينة من فوره، وشكر الرجل على نصحه ومضى مكملا طريقه إلى السوق. ولما دخل أشعب ببقرته السوق رأوه التجار فالتفوا حوله وانفجروا ضاحكين، وقالوا له: ماذا حل ببقرتك يا أشعب؟ فرد بدهشة وقال: سمعت أن أحد التجار يبحث عن بقرة بمثل مواصفات بقرتي، ولكن بلا ذيل وبلا أذنين وبلا قرنين. قالوا له: من هذا التاجر الأحمق الذي يريد أن يشتري بقرة بتلك المواصفات؟ فأيقن أشعب بأنه قد تم خداعه من قبل هؤلاء الثلاثة، وذلك بعد أن رأى استنكار التجار لعمله وإيذائه للبقرة على ذلك النحو. فعاد وخيبة الأمل تملأ قلبه، فلم يتمكن من بيع تلك البقرة إلا بثمن زهيد. وفي طريق العودة لقي الأشرار الثلاثة فقالوا له: ماذا صنعت يا أشعب؟ فرد وقد تظاهر بالسعادة: الحمد لله، لقد بعت البقرة بسعر كبير. ولكي تعلموا أني لا أنسى المعروف، فأنتم من نصحني وأشار علي بما فعلت، وأنتم مدعوون عندي غدا على مائدة الغداء. لم يصدق هؤلاء ما سمعوا وقرروا قبول دعوة أشعب لهم على الغداء. وعندما عاد أشعب إلى منزله قص على زوجته ما جرى له، فعاتبته بشدة، ولكنه نظر إليها نظرة تحد وقال: سوف تعرفين كيف أرد حقي أيتها المرأة. ثم أعطاها أرنبا قد ربطه في حبل وقال: ما عليك إلا أن تتظاهري بأنك تكلمين هذا الأرنب عندما يأتي هؤلاء الأشرار، ثم تطلقي سراحه وتدعيه يخرج من الباب. ثم أضاف: أما الباقي فسأقوم بتنفيذه، وإن غدا لناظره قريب. وعلى الرغم من أن الزوجة لم تفهم ما يريده أشعب بالضبط، فقد تمتمت قائلة: لك ما تريد يا أشعب، ولكن الصدمة على ما يبدو أنها قد أثرت على عقلك. وفي اليوم التالي حضر الضيوف في الموعد المحدد، فلم يجدوا أشعب في البيت، لكن زوجته أخبرتهم أنه لن يتأخر. ثم أمسكت بالأرنب وهمست في أذنه بكلمات وأطلقته من الباب الخلفي، وكأنها تطلب من الأرنب أن يخبر أشعب بأن ضيوفه قدموا إلى المنزل. فقالوا في استغراب: على ما يبدو ليس أشعبا فقط هو الأحمق، بل وزوجته أيضا. وبعد قليل دخل أشعب وبيده الأرنب وأعطاه لزوجته وقال لها:
أبلغني الأرنب بأن الضيوف قد حضروا وأنك بحاجة لبعض الأغراض، وقد جلبتها لك وجئت على الفور. سمع الضيوف كلام أشعب وزوجته فتعجبوا مما سمعوا ومما رأوا، فسألوا أشعب قائلين: ما هذا يا أشعب؟ هل ما رأينا حقيقة أم خيال؟ فقال لهم بثقة: إنه أرنب مدرب على القيام بالعديد من المهام، وقد حصلت عليه من بلاد الواق واق، وقد رأيتم ما حدث بأم أعينكم. تغامز الضيوف وقال أحدهم: أتبيع لنا هذا الأرنب يا أشعب؟ فقال له: لن تقدر على ثمنه، فهو غال جدا. وقد لاحظ أشعب من الثلاثة الإصرار على شراء الأرنب، فقال: نعم أبيعه، ولكن كم ستدفعون لي؟ فقالوا له: 100 درهم. فوافق وكان في غاية السعادة والسرور، فقد اشترى ذلك الأرنب بدرهمين فقط. وفعلا اشترى الأشرار الأرنب بعد أن دفعوا ثمنه وانصرفوا وهم في قمة السعادة. وفي طريق الخروج التفت الثلاثة إلى بعضهم وقالوا: يا لها من صفقة رابحة، ولولا طمع أشعب وبخله ما باع هذا الأرنب العجيب بذلك الثمن. فذلك الأرنب حتما ثمنه أعلى من ذلك بكثير. أمسك أحدهم الأرنب وقال له: اذهب إلى منزلي في أعلى التلة تلك، وأخبر ولدي بأن يشتري الطعام، فقد دعوت أصدقائي إلى طعام العشاء. وانطلق الأرنب مسرعا يسابق الريح، وذهب الثلاثة يتجولون في الأسواق ريثما يحل موعد العشاء. وعندما وصل الرجل مع أصدقائه فقال لزوجته: هل أعددت الطعام؟ فقالت له باستغراب: ولما لم تخبرنا مسبقا بأنه لديك ضيوف؟ فقال: ألم يخبركم الأرنب بما طلبته منه؟ فقالت مستغربة وقد ظنت أن زوجها يعاني من الحمى: عن أي أرنب تتكلم؟ ومنذ متى والأرانب تتكلم يا رجل؟ فأدرك الثلاثة أن أشعب وزوجته قد انتقما منهم لأنهم خدعوه بما جرى معه في أمر البقرة. وفي اليوم التالي ذهبوا إلى بيت أشعب والشر باد في أعينهم، وقالوا: ما هذا يا أشعب؟ كيف تسول لك نفسك أن تخدعنا؟ ضحك أشعب وقال: كما سولت لكم أنفسكم خديعتي، وكما يقال في المثل: كما تدين تدان. وما ثمن الأرنب الذي أخذته منكم إلا تعويضا لي عن خسارتي في ثمن البقرة، فأنتم من جنيتم على أنفسكم بفعلتكم تلك. وأخذ يضحك وهو يقول: الويل لمن يتعرض لأشعب بسوء أو يحاول خديعته. وهكذا انتهت القصة، إلى اللقاء.